نشوف الكابتن مجدي عبد الغني في اون سبورت. حسام البدري عامل ضارب ارقام قياسيه مدربين اجانب ما عرفوش يضربوها في الحقيقه، فانا بهنيه وبقول له حسام بالنسبه للوايح يعني ما فيش ما يمنع ان الاربعه يبقوا موجودين جوه ال 18. ايه ده بس يا كابتن ما تسخنش. لا يعني انا بقول لك، انا بقول لك ما فيش ما يمنع لسه، ما انا انا ما بقولش قرار. ايه ده وصلي على النبي. لا ما بقولش قرار، انا بقول السنه الجايه يعني الموسم القادم. الموسم القادم او الموسم ده ما فيش ما تدرس يمنع. تدرس يا كابتن. داخل ما قلتش لا. يعني اهدى شويه بس. انت هتقول الكلمه مصر كلها. لا انا بقول لك ما فيش ما يمنع لا داخل اللائحه دي ولا داخل السنه القادمه ان يبقى موجود اربعه يلعب الثلاثه الاجانب في المباراه، يعني اجنبي يتبدل. بس المهم ده يكون لمصلحه الكره المصريه يعني. بالظبط كده، يعني لان الناس دفعت فلوس في اللاعب الاجنبي رقم اربعه، فما ينفعش انك تحطه في المدرج ما تستفيدش بيه. فدي ده اللي انا ده اللي انا عايزه. مش عارف اقول ايه. لا يوجد في اللوائح ما يمنع بالحاليه. ما هو وده كلام مجدي. ايوه. لا يوجد ما يمنع في مشاركه اللاعب، يقول له ده قرار، قال له لا يوجد ما يمنع. طيب هو بقى المنع جه بقرار مزاجي تفصيل بناء على رغبه حد؟ يعني عشان كده احنا قلنا ساعتها كيف تسمح لي بالتعاقد مع لاعب بشرط الا يلعب؟ يعني حاجه تضحك.